عصور مختلفة وبقائها ومقاومتها لكل أصناف العصف والاضطهاد في عصور كثيرة، لكنها جماعة تؤمن بالوسطية، وهذه الوسطية جعلتها تحيا وتنتشر في أوساط الشباب. والشباب الذي فكر ثورة 25 يناير وما نعول عليه للبناء في المستقبل، ولن يكون البناء في المستقبل بناء قويا متينا ما لم يكن مدعما بالقيم الروحيه والقيم الاخلاقيه. سعدت بدعوه المرشد العام واعضاء الجماعه لحضور هذا الحفل والافطار، وباسم اخواني مجموعه الحاضرين نحيي حضور الجماعه ونثق في انها ستكون اللبنه الاساسيه في بناء مصر المستقبل ان شاء الله، لان الرياضه والشباب تقوم على الروح الرياضيه وعلى التسامح وعلى يعني الاخاء بين كل الطوائف، تقابل الهزيمه وصد رحم، يعني عدم التعالي على الناس، كل هذه القيم الحقيقه مشتركه بين او ماخوذه للرياضه من القيم الروحيه الاسلاميه. ولذلك نقول باذن الله هذا الجمع سوف يتكرر وستكون كل